المكونات ديال هذا الخبز توست او مالتي جرين بريد اللي غادي نصايبو اليوم هي كالتالي. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الخبز العادي اللي يكون جوده مزيانه، وغنحتاجو 100 غرام ديال دقيق القمح الكامل، غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الزيت، شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره، غنحتاجو العسل باش غادي نحليو الخبز ديالنا. It's gonna be like هاني ويت مالتي جرين بريد. غادي نحتاجو شوفان 50 غرام، وغنحتاجو نخاله 50 غرام، عندي معلقه كبيره ديال الزنجلان الابيض ومعلقه كبيره ديال زريعة الكتان. اولا غادي ناخدو هاد النخاله وهاد الشوفان، غادي نزيدو عليهم هاد الزنجلان، زريعة الكتان، نخلطوهم مع بعضياتهم. تقدروا تزيدوا النافع، تقدروا تزيدوا اي زريعة كتعجبكم. دابا غادي نكب عليهم الماء دافي، المهم يتغطاو بالماء بحال هكذا. غادي نغطيهم وغادي نخليهم مدة ساعة. هادوك النخالة والشوفان والزرار اللي درنا هنايا شربوا داك الماء، ما بقاش فيهم الماء بزاف. اول حاجة غادي نديرو دابا هي غادي نديرو السكر وشوية الماء، حركو ما دافي يكون غادي للسخونية، نديرو الخميرة، نغطيوها بشي بلاستيك ونخليوها حتى تطلع وتضاعف في الحجم ديالها. دابا غادي نبداو العجين ديالنا، انا ما غاديش ندير الماكينه، غادي نعجنو غير بيديا. نكبو الدقيق ديالنا هنايا، الملح، غادي نديرو جوج معالق ديال الزيت، فوالا، نديرو شويه ديال العسل حيت غادي نحليوه بالعسل، كيتسمى هاني ويت توست، تقريبا جوج معالق. الخميره ديالنا والخليط ديال الشوفان والنخالة ودوك الزرارة، كيف قلت تقدروا ديروا الزرارة اكثر من هذا الشيء. غادي نحط الماء دافي حدايا، ولكن ما غاديش نزيد الماء حتى نشوف الخليط ديالي كيفاش غادي يكون. هي فعلا خاصها تكون رطبه، ما تكونش قاصحه بحال الخبز العادي. وغادي نجيبو حتى الدقيق حدانا، لان الا كانت كتلصق غادي نبداو نزيدو لها الدقيق بشويه بشويه. غادي ندير الدقيق ونهبط العجين ديالي هنايا، كيف قلت غادي نعلكها غير بيديا، نزيد لها الطحين بشويه بشويه حتى نوصل داك الشكل اللي بغيت. من بعد ما جمعناها العجين خاصها تكون بحال هكا رطبه، وخا كتلصق في اليدين. غادي نغطيها، غندير لها شويه ديال الدقيق بحال هكا، وغادي نغطيها ونخليها واحد ربع ساعه ونرجع عاوتاني ندلكها مره ثانيه. خليناها ترخات شي شويه، غادي نعاودو نعلكوها
واحد 5 ديال الدقائق وحنا نعلكوها. الا لصقات شويه نديروا ليها الدقيق، ماشي بزاف ديال الدقيق ما بغيناهاش تقصح، ولكن حنا غادي نرشوا غير شويه وحنا كنعلكو. دابا غادي ناخذ واحد جبانيه بلاستيك غادي ندهنوها بشويه الزيت، غادي ناخذ القرصه ديالنا، غادي نغطيوها نخليوها حتى يضاعف الحجم ديالها على حسب حراره المطبخ ديالكم، على حسب الجو تقدر تاخذ نص ساعه 40 دقيقه حتى ساعه. العجين ديالنا ها هي نفخات، نديروها على قد الطول، انا غنستعمل هذا المول على قد الطول ديال المول ديالنا. المول دهنته بشويه ديال الزبده ودرت له شويه ديال الدقيق، ندقوها غير شي شويه باش تدخل لينا العجين في الجناب كاملين ديال القناه ديال المول. نفس هذوك الزرارع او السيدز اللي درناهم في العجين غادي نزوقو بهم من الفوق، نزيدو عليهم غير هاد الزريعه الا كانت موجوده. غادي ندهنو الخبز غير بشويه الماء باش تلصق لينا فيه الزرارع اللي غنديرو بحال هكا. اولا غنديرو الشوفان، نحاولو ندخلوه من الجنب، نديرو هكايا ونرشوه حيت بغينا الجنب حتى هو يجي فيه شويه ديال الزرارع، كذلك الجهه الاخرى. نديرو الزريعه، الزريعه اللي كناكلو اللي كتباع عند القلاي منقيه، كتباع هنا منقيه. نزيدو كذلك شويه ديال الشوفان، شويه ديال زرع الكتان، شويه ديال الزنجلان الابيض، تقدروا ديروا الزنجلان العادي. من بعد ما تخمر هذا اللوف او الخبز ديالنا توست، الفران سخنتو، راه سخن على درجه 400 كيف قلت، هي 210 كندون. غادي نطيبو في الوسط تقريبا شي 25 دقيقه حتى نص ساعه. غادي ندير له واحد الفتحه في الوسط، ما تغرقوهاش بزاف غير شي شويه لانه خامر. غتعطي واحد المنادر ديك الفتيحه بلا ما تغرقوها بزاف كيف قلت، غير شي شويه فوالا، وندخلوا الفران يطيب. الخبز ديالنا ها هو من بعد ما خرجته من الفران حتى تحمر كامل خدم مني 25 دقيقه. دابا غادي نقلب، خليتها بردات شويه، دابا غادي نقلبها هنايا ونخليها تزيد تبرد ونرجعوا نقطعوها. دابا برد غادي نقطعوه، نجيبو موس يكون هكا باش يقطع مزيان. تقدروا ديروا العرض اللي بغيتو، فوالا شفتيو كيف كيجي. مازال خصو يزيد يبرد، الا كنتو غادي تاكلو في نفس اليوم تخليوه غير برا غطيوه، اما الا كنتو غادي تحتفظو به احسن انكم تقطعوه كامل وديروه في بلاستيك وديروه في الفريغو.